التنافس بين الزملاء في العمل هو أمر مهم وطبيعي، لكن الأهم طبعاً بأنه لا يكون هذا التنافس على حسب التعاون. فعل العلماء اليوم يحذرون من تحول المنافسة في العمل إلى سم قاتل في حياة الناس. طبعاً قبل أن نتحدث عن حدود المنافسة الشريفة، دعونا نذهب مباشرة الآن لنستطلع آراء الناس. كيف تعرف أن زميلك سام ومنافسته غير شريفة؟ من يشوف الموظف الثاني أشطر من عنده راح يظل ينافسه منافسة غير شرعية. بالمواقف الصعبة تظهر لك الصداقة الحقيقية، أما صداقة المصلحة صداقة عمل هذه لا تعتبر صداقة. هو ما يخالف، أنت من حقك تبرز، بس من تبرز لازم يعني ما تأذي الآخرين بيه وتقطع رزقهم. لو يحكي عليه حكي مو زين قدام أبو العمل حتى يزيحني من العمل مالتي، فهاي متوقع بكل مكان. إذا كانت المنافسة جيدة فهاي لا بأس بها، بس إذا كانت تضرني وهاي فأنا لا ما يعني أعتذرني، أعتذر من عندها. هاي المنافسة يعني أشوفها مو شريفة. نذهب لسؤالنا التفاعلي، وهذه المرة نبدأ بموقع إكس. استفتاءنا هو: كيف تجد التنافس في العمل؟ 31.3% أجابوا بجيد، 15.6% أجابوا بسيء، و 46.9% أجابوا بضروري للتقدم، و 6.3% أجابوا لا يفيد والتقدم يتم بالواسطة. نشوف بعض التعليقات أيضا. أول تعليق من دعاء فاروق: سيء، الأحسن العمل كفريق يحمل بعضه. تعليق من مرتضى الزاكي: لا أعتقد التنافس في العمل جيد، العمل بروح الفريق الواحد يحقق التقدم للمؤسسة. طيب خلينا نشوف منصة فيسبوك مشاهدينا ونشوف التفاعل على استفتاءنا هناك. طبعا استفتاءنا هو زي ما ذكرنا تنافس في العمل، هل هو شيء جيد أم سيء؟ أم طبعاً في اختيارات أخرى. 18% قالوا هو شيء جيد، و 9% قالوا هو شيء سيء، 55% قالوا هو شيء ضروري للتقدم، وأيضاً 18% قالوا بأنه لا، هو لا يفيد التقدم، والتقدم عادة أصلاً يتم بالواسطة. أما بالنسبة للتعليقات التي وردت على منصة فيسبوك، فريد بخيت يقول: لا تهتم بالآخرين، وإذا كان هناك شخص يتسبب في قطع رزقك لا تخاف، لأن الله دائما موجود مع الجميع. موسى يقول أيضا: التنافس يزيد من رغبة الموظف في إتقان عمله بدقة وأيضا باحترافية. لكن بدون زيادات وهدايا ترقيات لن يكون هناك حافز للموظفين لبذل المزيد من الجهد، وهي الأشياء اللي بيتنافسوا عليها أيضا. طبعا هذا التنافس إذا تحول إلى سام ومنافسة غير شريفة أو لا، سيفقد أولا سيفقد المدير روح التعاون بين فريقه. مظبوط، وفي حالة تكرار نفس الفائزين بصورة مستمرة سيفقد باقي الموظفين طبيعيا، سيفقدوا الشغف. مثلا في استطلاع رأي لتطبيق رايس، قال معظم مندوبو المبيعات إنهم لم يتفاجأوا بالنتائج السلبية، وممكن يخسر المدير موظفين فاعلين بالفعل بتقديم استقالاتهم أو الانتقال لأقسام أخرى تجنبا لهذه المنافسة السامة. من جدة ينضم إلينا مستشار التطوير القيادي والأعمال الأستاذ طراد باسنبل. صباح الخير أستاذ طراد.
اهلا وسهلا صباح الانوار بالمقدسيه والمدينيه. اهلا وسهلا. يعني دائما ما يقال بان القمه تتسع للجميع وان العداله هي التي تحسم هذا الصراع، ولكن كيف تكون المنافسه شريفه؟ يعني احنا لما نتكلم انه المنافسه يجب تكون انها شريفه، والمنافسه حاجه ايجابيه، والمنافسه تعطي دافعيه وتزيد من الشغف، طب كيف نعلم اذا كانت شريفه ام لا؟ ما هي الشريفه هنا؟ الأستاذة شريفة لازم يكون في لها مقاييس، يعني أي منافسة شريفة لازم يكون في مقاييس، والآن التكنولوجيا ما خلت شيء. بنقول لأي مدير عشان الموضوع يكون واضح، في برامج أنتوا تحدثتوا عنها قبل كده في صباح العربية، سلاك وغيرها من البرامج، إني أنا أعطي مهام وأعطي تواريخ تنفيذ وأعطي الوقت اللي لازم يكون فيها الإنجاز، على بناء عليه لازم يكون في تقييم، والله أنت حققت المهمة المناسبة في الوقت المناسب وسلمتها بشكل صحيح، ما خلتني أطلب منك إعادتها. هذه الآن كل ما كان عندي الموضوع تكنولوجيا صار موجود بآلية محتسبة وموضوعية زي ما تفضلتم، كذا صار عندي مقياس أقول فلان خلص المهام في الوقت الفلاني، فلان ما خلص كل المهام. هذه الحقيقة في أنه يكون شريفة ولا لا. بس هذا دور الإدارة في ذلك، يعني في متابعة طبعاً. طيب تراد، بس ما هو يعني الموضوع مش بهالبساطة بهذا الموضوع، خصوصا من وجهة نظر الإدارة، لأنه في موظفين أو الناس يختلفون، والموظفون يتفاوتون في القدرات وفي المهارات، فكيف ممكن يعني يستطيع مدير أنه يخلق بيئة تنافس شريفة، مع أخذ بعين الاعتبار أنه كل شخص مختلف عن أو كل موظف مختلف عن الآخر، وما يمكن أن يقدمه لهذا العمل مختلف عن ما يقدمه غيره. جميل، سؤال رائع جدا. الفكرة في الموضوع هو مسؤولية الفرد ومسؤولية الإدارة. يعني سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لما قال له الملك تعال قال له أنا أبغى أكون في المكان الفلاني، ليش؟ عندي الجانب الأخلاقي حفيظ ما حاسرقك، وعليم عندي الجانب العلمي عليم. هنا دورك أنت كشخص أنك في تقييمات للشخصية، في اختبارات للذكاء، في أشياء كثير تقدر تروح فيها لمديرك تقول له أنا أنفع هنا، حطني هنا لو تجربة. والأهم أصلاً أنه الإدارة تكون عاملة هذه التقييمات في التوظيف، في آلية التوظيف قبل ما أوظف الموظف أساساً، لأنه أنا لازم أقول له ترى أنت شهادتك كذا وضعك كذا، بس شوف التقييم إيش يقول، تعال نجربك هنا ونجربك هنا. في فترة التجربة حتى قانونياً 3 أشهر أولى، إذا ما ناسبك تقدر تأخذ 3 أشهر في مكان آخر. مزبوط. هذه أفضل آلية أصلاً عشان أنا أقدر ممكن أكتشف فيك أنت كموظف حاجة أنت ما كنت تعرفها عن نفسك. حقيقي. هذه جداً رائعة. طب خلينا كمان نروح لأسئلة الجمهور ومتابعين على صفحات التواصل. سليمان الكاسح يسأل كيف تستطيع الكشف عما إذا كان لديك منافس في العمل؟ جميل جدا. أولا يعني المنافس هو الشخص اللي وضع له هدف مشابه لهدفي، واللي يحقق الهدف أولا أو أعلى من الهدف هو سيأخذ شيء لن يحصل عليه الباقي. هنا في منافسة الآن، زي ما قال موسى في التعليقات عجبتني الأولى، الموضوع حق موسى يقول إذا كان في منافسة حيكون في إنتاجية أكثر. هذه دراسة علمية. إذا أنت في مكان فيه ناس منتجين نسبة ارتفاع إنتاجيتك كموظف ترتفع 15%، إذا رحت لمكان ناس ما هم منتجين نسبة إنتاجيتك تنخفض 30%، الضعف. طيب في سؤال آخر من أحد المتابعين عجبني كثير هذا السؤال على فكرة، لأنه بقول ما الذي يمكنك القيام به إذا كان هناك عداء متزايد مع منافس لك أو مع مديرك؟ كيف بتجاوب يا تراد؟ مرة جميل السؤال هذا. هو في آية قرآنية في ناس بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا قال لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إيش 3 خطوات؟ فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. روح إذا كان مديرك روح استشير وقول له عندي الحاجة الفلانية إيش رأيك، لأنه مدير ما يحطك في راسه إلا إذا شاف إنك أنت ما أعطيته تقديره أو حس بخطر منك. أوكي. فلما تيجي تستشيره أنت كذا بتوري إنه أنت الأعلم، أنت المدير، أنت الكبير، علمني. طيب. إذا كان منافسك زميلك اسأله ما شاء الله تبارك الله رائع، امدحه أول بعدين قل له كيف سويت هذه، تقدر توريني إياها، كيف علمني عليها. طيب. وبعدين أهم حاجة إنك تروح تقول لهم إنه ترى والله فلان تعلمت منه حاجة فلانية، مو يروح يفكر إنك حتأخذها منه وتروح تنسبها. أيوة. لنفسك. طبعا. قل لهم والله يا جماعة ترى راوي علمتني كيف أقرأ الخبر بطريقة رائعة، شكرا راوي. شكرا لك يا تراد. وصلنا أعتقد إلى ختام طبعاً فقرتنا، مشكرك جزيل الشكر تراد بسنبل، دائماً سعيدين بوجودك معنا، شكراً. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.